الآلات المتعددة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، وجدنا في الأمثلة السابقة التي درسناها عن الآلات المتعددة، درسنا الزمر الدموية وعامل الريجس. أما المثال الثالث فهو سلسلة آلات لون الفراء في الأرض. يوجد في الحوض المورثي لهذا الحيوان 4 آلات، لكن بالفرد ابني، بالفرد الواحد، في الأرنب الواحد يجب أن يكون فقط آلة. أما في الحوض المورثي، يعني مجموعة المورثات الموجودة بكل هذا النوع، هي 4 آلات متقابلة، هي 4 آلات موجودة في مكان واحد. العلاقة بينهما على الشكل التالي: س كبيرة، هذا الأليل مسؤول عن اللون الرمادي أو البري، وهو يسود على جميع الأليلات الأخرى. يعني الفرد الذي يحوي على هذا الأليل واحد فقط، مهما كان الثاني له سوف يعطي اللون الرمادي. أما الأليلات الأخرى فهي العلاقة بينها على الشكل التالي: س يسود على الجميع، س سي اتش يسود على سي اتش وعلى سي اي، ال سي اتش يسود على سي اي، الاي هو هي الصفة المتنحية أو الأليل المتنحي لجميع الأليلات الأخرى. الأنماط أو الطرز المظهرية والوراثي تكون على الشكل التالي: الرمادي كل هذه الطرز تعطي رمادي. يعني ماذا نعني بهذا الكلام؟ لا يوجد في شخص واحد، في فرد واحد، في أرنب واحد، إنما يوجد جميع الأرانب التي تحمل هذه الطرز الوراثية يكون النمط الظاهري أو الطراز الظاهر لها هو الرمادي. يعني مثلا سيكبيري أرنب أليلاته هو صافي، وتوجد فيه الأليل المسؤول عن اللون الرمادي، 2 مسؤولات عن اللون الرمادي. بينما الفرد الذي يحمل سي، لكن سي سي اتش أيضا رمادي، سي سي اتش أيضا رمادي، سي سي اي أيضا رمادي. لماذا؟ لأن السي هي سائدة على جميع الأليلات الأخرى. أما اللون الفضي يجب أن لا يكون فيه إيش؟ سي. بس نوجد سي، شوف بيكون عنا، بيكون رمادي، فهو يسود أيضا، إما يكون صافي سي سي اتش سي سي اتش، أو يكون هجين المقابل إيش، طبعا هو السي اتش راجحة على الإتش، أو على الأي وهي قلنا هي الصفة أو الأليل المتنحي لجميع الصفات ويعطي اللون الفضي. أما الهيمالايا فإما يكون صافي سي، طبعا هاي الصور هون موجودة مرافقة، الصور لكل طراز شكله سي سي اتش، هذا هو الهيمالايا، أو سي اتش سي اي. إذا ممكن يكون سي اتش سي اتش صافي، أو يكون هجين يكون مقابله الاي. أما عديم اللون الأمهق، يعني لا يوجد لون أمهق، معناها لا يوجد لون، فالأمهق هو سي اي سي اي. يدعي أو تدعي بعض المصادر، تدعي بعض المصادر أنه يوجد سيادة غير تامة. ماذا نعني بسيادة غير تامة؟ كما ذكرنا سابقا أن يشترك الأليلان أحيانا لإعطاء
الصفة مغايرة عن صفة الأبوين وهي صفة وسط، فيوجد على بين الأليلين CCH و CA و CH و CCH أيضا، تعطي اللون الرمادي الفاتح، وليس لون رمادي فاتح، ليس لون فضي وإن لون رمادي فاتح. إذا كان اللون رمادي فاتح وهو وسط بين الأمهق وبين الفضي، لذلك هنا السيادي غير كامل. ملاحظات يجب الانتباه لها عند حل مسائل سلسلة أليلات لون الفراء في الفرن. أعزائي الطلاب، إذا كانت المسألة تتكلم عن تزاوج بين أرنب من الصفات السائدة، وقالوا لنا ما هي الصفة المقابلة المتنحية لجميع الصفات السابقة هي الأمهق، يعني هي الصفة المتنحية لجميع الصفات الأخرى. أما عند تهجين فردين ويحملان صفات سائدة، أليلات سائدة، وكان نتيجة، يعني أعطونا في المسألة أنه حصلنا على فرد يحمل صفة الأمهق، فهذا يعني أن الأبوين هجينين. الملاحظة الثالثة، عند تهجين فرد من الصفات الثلاث السائدة مع فرد مجهول، وكان الناتج نصف الأفراد التي حصلنا عليها من هذا التهجين، من هذا التضريب، هي من النمط الأمهق، يعني هذا ممكن نسميه أو ما يشبه التهجين الاختباري. إذا تذكروا بالتهجين الاختباري بيكون عندنا نصف الأفراد يحملون الصفة السائدة والنصف الآخر يحملون الصفة المتنحية، فهذا يعني إجباري أن الفرد المجهول هو عبارة عن الأمهق الذي هو طرازه الوراثي CA. التوارث متعدد الجينات أو ما يسمى بالوراثة الكمية. الوراثة الكمية بالتعريف هي صفات يكون مسؤول عنها أكثر من أليل، وهذه الأليلات يعني بالفرد الواحد، هون بالفرد الواحد يوجد أكثر من أليل مسؤول عن هذه الصفات، والنتيجة تأثير تراكمي إضافي، يعني كل جين من هذه الجينات يضيف إلى الجين الآخر تأثيره على هذه الصفة. فهون عادة الصفات تكون متدرجة، لا يوجد لدينا صفتين متقابلتين، يعني مثلا قلنا أصفر أبيض، وإنما يوجد تدرج، يوجد أكثر من طراز مظهر. الميزة الأخرى التي جيناها تتأثر في البيئة. من الصفات التي تعتبر صفات كمية ومتعددة الأليلات صفات مثلا لون الجلد عند الإنسان، فلون الجلد عند الإنسان لا يوجد عندنا جلد أبيض وجلد أسود، إنما يوجد تدرج، بدءا مثلا في الدول الإسكندنافية يكون شديد البياض، مثلا في الدول المتوسطية أقل بياضا، في شمال أفريقيا أكثر اسمرار، ثم نصل مثلا إلى جنوب أفريقيا شديدة. إذن هناك تدرج، وهي تتأثر بالبيئة، يعني شخص لون بشرته بيضاء مثلا، إذا عرضناه لأشعة الشمس تحول إلى اللون الأسمر. إذن هذه صفات لها للبيئة دور وتأثير عليها. من هذه الصفات أيضا عند الإنسان لون العيون، الذكاء، ضغط الدم، وزن الجسم، عدد الخطوط التي ترسع بصمات الأصابع كلا اليدين. جدا
عدد الخطوط يختلف عند بعض المجتمعات بين الذكور والإناث. مثلا عند الذكور 145 خط، عند الناس الإناث 26 خط. يختلف هذا الكلام أيضا عند مجتمعات أخرى. من الصفات المتعددة عند الأحياء الأخرى مثلا في النبات لون البذور، في الحنطة كمية تاج البذور والثمار، وقت اللازم، الوقت اللازم للنضج، يعني كم يحتاج للحصول على المحصول. أما عند الحيوانات هناك صفات اقتصادية مهمة مثل كمية اللبن واللحم والبيض عند الحيوانات. ما هو مفهوم الجينات المتعددة؟ يعرف التعدد الجيني على أنه إن وجد بمفرده يكون له تأثير طفيف، يعني عندي أليل يكون هذا إذا أليل واحد يكون له تأثير طفيف على الطراز المظهري، لكن عندما يشترك مع عدد قليل أو كثير من الجينات، يعني كلما زادت عدد الأليلات كلما ظهرت الصفة أكثر. فنستطيع إذن التحكم بالصفة الكمية، يعني يمكن قياس هذه الصفة، يمكن قياسها. مثلا الطول مثلا عند الإنسان يمكن أن نقيسه بسنتيمتر، هو أيضا من الصفات الكمية. يختلف نظام الصفات الكمية عن نظام الصفات المندلية أو الوصفية النوعية. بماذا يختلف؟ أول شيء الصفات الكمية، هذا الجدول مهم جدا، هذا الجدول مهم. الصفات الكمية يتحكم بها أكثر من زوج من الجينات، بالفرد الواحد. ابني ننتبه هون، هون هلا صار في عندنا أكثر من أليل يتحكم بصفة واحدة. نحن شفنا عند ماندل أن زوج من الجينات، زوج من الأليلات هن المسؤولين عن الصفة، بينما هون هلا صار في عندنا أكثر من زوج ومسؤولين جميعها عن صفة واحدة. الطراز الظهري بأفراد الجيل الأول يكون وسطا بين الأبوين، بينما الطراز المظهري لأفراد الهجينة يشابه الطرز الطراز المظهري للأب النقي السائد في الصفة، عندما تكون الصفة إيش سائدة. يكون التباين من النوع المستمر، يعني وبذلك لا يمكن توزيع الأفراد على اف 2 او الاجيال الى مجاميع بفرز مظهري محدد. يعني ماذا نعني هذا الكلام؟ لا يوجد لدينا طرز ثابت، كما ذكرت قبل قليل انه يوجد تدرج بالصفات بالنمو الطرز المظهري، بينما هنا يكون ايش التباين من النوع غير مستمر، يعني يمكن توزيع بافراد الجيل الثاني 9 مثلا 9 3 3 1 كما رأينا في الهجونية مثلا الثنائية. نفاذ الجينات المتعددة يكون غير تام. قلنا النفاذ هنا للبيئة، يعني قد يكون الجين موجود، يعني مثلا إنسان يملك صفات فردين يملكون نفس الأليلات المسؤولة عن الطول، لكن هناك شخص أطول من الآخر. مين الأطول؟ مثلا الذي كان يمارس التمارين الرياضية ويعيش ويتغذى بشكل جيد و يحملون نفس الطراز الوراثي، لكن الطراز المظهري مختلف. السبب هو تأثير البيئة. لون الجلد، هذا يتعرض للشمس أكثر من الآخر مع أنه نفس الطراز الوراثي الذي يتعرض للشمس، كل لون بشرته أكثر إيش اسمرارا.
هذا يعني أن النفاذ له تأثير البيئة على النفاذ الجيني. غالبا ما يكون النفاذ من النوع التام إلا في حالات خاصة تتأثر في البيئة وذكرناها سابقا. تكون النسب المظهرية أفراد الجيل الثاني بالنسبة للهجائن الثنائية 1-4-6-4-1، بينما وجدنا في مثلا 9-3-3-1. إذا تختلف النسب بين النوعين. كيفية قياس تأثير الجينات المتعددة أو ما يسمى بمعامل التوريد؟ ماذا نعني بهذا الكلام؟ قلنا سابقا أن الصفات الكمية تتأثر بالبيئة بدرجة متفاوتة طبعا، ويمكن أن نقيس هذه الصفات. لذلك اهتم الباحثون في علم الوراثة بقياس معامل التوريد. يعني إذا سئلنا ما هو تعريف معامل التوريد، ما هو المقصود بمعامل التوريد بصفة ما؟ معامل التوريد هو تقدير التحسين الوراثي المتوقع من الانتخاب لصفة ما، ويعتبر مقياس إحصائي. هو عبارة عن مقياس إحصائي ندرس من خلاله مقدار التغيرات في مجموعة من الكائنات الحية بالعودة إلى عوامل وراثية. قيمة هذا المقياس تتراوح من 0 إلى 1. كلما كانت القيمة قريبة من 1، هذا يدل على أن لهذه الصفة تأثير وراثي، وبالعكس كلما قلت فهذا يعني أن لها تأثير ديني. مثلا عدد الخطوط التي درسناها في الجلد للإنسان، عدد الخطوط 66%، يعني أن الجينات ذات تأثير إضافي دور كبير في التعبير عن هذه الصفة. أيضا يمكن أن يكون قيمة معامل التوريث منخفضة بالنسبة للصفات الكمية التي تكون أساسية لبقاء نوع الكائن الحي. مثلا صفة إنتاج البيوض في حشرة ذبابة الفاكهة قيمتها 18%، أما بالنسبة للصفات التي تعتبر أقل أهمية يعني في بقاء الكائن الحي مثل عدد الشويكات الموجودة في البطن أو طول الجناح، فإن كل منها يظهر قيمة مرتفعة 52 للأولى و 45 للثانية، يعني 52 لعدد الشويكات و 45 لطول الجناح. يمكن أن نوضح هذا النوع من التوارث في المثال التالي، وهو صفة لون العيون عند الإنسان. في الإنسان يخضع لون العيون لزوجين من الأليلات، زوجين من الأليلات A كبيرة A كبيرة و B كبيرة B كبيرة. عند تزاوج رجل بني غامق يعني أسود العينين، طرازه A كبيرة A كبيرة B كبيرة B كبيرة، وهي الصفات السائدة كما نرى صفات كبيرة، مقابل لها زرقاء فاتحة طرازها الوراثي A صغيرة A صغيرة B صغيرة B صغيرة. كانت النتائج كما في الجدول، كما نشاهد في الجدول، كانت النتائج على الشكل التالي: A كبيرة A كبيرة B كبيرة B كبيرة، نعود نذكر أسود العينين، تعطي نمط واحد من الأمشاج هو A كبيرة B. أما الزرقاء العينين فهي A صغيرة A صغيرة B صغيرة B صغيرة، و تعطي نمط واحد من الأمشاج أيضا هو A كبيرة B A صغيرة B صغيرة. الناتج لدينا هو بني فاتح متوسط
بني فاتح متوسط يحتوي على الميلين سائدين هو الأ كبيرة والب كبيرة. إذا تزوج أفراد الجيل الأول من أفراد مشابهين لهم، طبعا عند الإنسان لا يمكن أن نقول تزاوج أفراد الجيل الأول بين بعض، إنما لو تزوج هذا الفرد من الجيل الأول مع فرد آخر يحمل نفس الطراز الوراثي فسوف تكون النسب على الشكل التالي. الأسود هو 1 من 16، 4 بني معتدل، 6 بني فاتح، 4 أخضر أو أزرق غامق، و1 أزرق فاتح. النسبة لم تكن، مع أن عندنا زوج من الأليلات، لم تكن النسبة هي نسبة هجوني ثنائية 9-3-3-1. لماذا؟ ما هي الطرز الوراثية؟ لا، الطرز الوراثية للزرقاء هي 1 على 16، هذا الطراز الوراثي. أما السوداء الغامقة فهو جميع الأليلات كما نرى كبيرة، يعني سائدة أ كبيرة أ كبيرة ب كبيرة ب كبيرة. هنا لدينا ثلاث، انتبهوها، هون لدينا ثلاث أليلات سائدة هوني نعدهم 1 2 3، وما في فرق بين الأ والأ كبيرة والب كبيرة، نفس التأثير. هون عندنا أيضا ثلاثة، هون عندنا أيضا ثلاثة، هون عندنا ثلاثة كبيرة. هون بالعكس، شوفوا هون شو بالعكس، ثلاثة صغار، أ صغيرة أ صغيرة ب صغيرة، أ صغيرة أ صغيرة ب صغيرة، شايفين كيف؟ في عندنا ثلاث أليلات إيش صغيرة، وفي المنتصف أليل كبير وأليلين كبيرين، أليلين كبيرين هي ستة أنماط أو طرز وراثي. نلاحظ يعني نتائج هذا التهجين، يكون اللون الأسود كما ذكرت قبل قليل هو يحمل الصفات السائدة الأربعة أ كبيرة أ كبيرة ب كبيرة ب كبيرة. يظهر لون العين البني المعتدل عند وجود ثلاثة أليلات، عند وجود ثلاثة أليلات. انتبهوا ابني، هو منعد الأ مع الب نفس التأثير، لأنها أليلات متعددة كل واحدة منها تضيف عملها إلى عمل الأخرى وهي كمية، نستطيع أن نقيس هذا الفرق بينهما. هنا عندنا كم أليل؟ ثلاثة أليلات، واحد فقط متنحي، ممكن يكون أ وممكن يكون ب. أما لون العين المتوسط بني فاتح، هون بني معتدل، هون بني فاتح، وجود أليلين سائدين وأليلين إيش متنحيين. أما في لون العيون الزرقاء، أما في لون العيون الزرقاء أو الأخضر، فيوجد فقط أليل سائد واحد إما أ أو ب، بينما ثلاث أليلات متنحية، وآخر شيء اللون الأزرق الفاتح يظهر فيه جميع الأليلات متنحية كلها إيش صغيرة أ صغيرة أ صغيرة ب صغيرة ب صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كل تمنياتي أحبائي الطلاب بدوام النجاح والتفوق إن شاء الله، دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.